السابعة مساء الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب. هذا وتفقد الرئيس السيسي معرض الأسر المنتجة بالأسمرات حيث اطمأن على أحوال الأهالي في المساكن الجديدة. وخلال تفقده المعرض أكد الرئيس السيسي أن الدولة ستوفر أي ماكينات أو معدات يحتاجونها. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء. وشهد الاجتماع استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للمحافظة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية. كما تطرق الاجتماع كذلك لمشروع الأوتوبيسات الكهربائية في إطار الاستعدادات لتشغيل خدمات النقل الذكي ومستجدات المنظومة الأمنية الموحدة بالمحافظة، فضلا عن منظومة رصد المرئي بجانب منظومة تأمين مدينة شرم الشيخ المتكاملة ومنظومة تأمين خطوط سير الحافلات السياحية وكذا تأمين مدينة سانت كاترين ضمن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم. تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وخلال الاجتماع تم استعراض ملخص الموقف العام لتطبيق المنظومة في المرحلة الأولى واستعدادات المرحلة الثانية وكذا تقييم ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين. قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صواريخ تم إطلاقها من لبنان مشيرا إلى أنه يتم تقييم الوضع على الحدود. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى 34 صاروخا تم إطلاقهم من لبنان، 25 منهم تم اعتراضهم وخمسة سقطوا في إسرائيل. من جانبها قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن إسرائيل قصفت بالمدفعية جنوب لبنان بعد استهدافها بالقذائف الصاروخية. دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إلى ضبط النفس بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، هذا واستهدفت إسرائيل. قالت القوة التي تقوم بدوريات في المنطقة الحدودية بين البلدين إن الوضع الحالي خطير للغاية، كما حثت على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد. تواصلت في فرنسا الاحتجاجات التي تنظمها النقابات العمالية ضد إصلاح نظام التقاعد، وفي اليوم الحادي عشر من الإضرابات والمظاهرات التي نظمتها النقابات قام المحتجون بالسيطرة على مبنى تابع لإحدى الشركات في وسط باريس لبعض الوقت،
وتقول الحكومة إن التغيير ضروري للإبقاء على النظام التقاعدي في حالات سيئة. دعا الرئيسان الصيني شي جين بينغ والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء مباحثات سلام بين روسيا وأوكرانيا. وخلال اجتماعهما مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين، قال الرئيس الصيني إن لدى بكين وباريس القدرة والمسؤولية لتجاوز الخلافات والقيود بينما يمر العالم بتغييرات تاريخية كبيرة. ختام الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، كنت معكم كريم حاتم، إلى اللقاء.